السلام عليكم الاخوات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه باش نخدموا الرنده الحصيره. الحصيره بمعنى ما فيها لا تقابي لا والو، كتكون غير خدمه عاديه، يعني ما فيها لا زواق لا والو. عاد الا بغيتو تزوقوها من الفوق بطرز الرباط باليد كتمشي غير سامبل. دوك الزواق ديال الكوزه ولا ديال الزيكزاك ولا هذا ما تيكونش فيها، يعني تتكون عاديه هذا سامبل. انتما كيف كتشوفوا راكم عارفين، شفتوا معايا شحال من مره الطريقه باش نخدموا الرنده، الغرز ديال الرنده غرزه عاديه تنمشيو بها وتنرجعوا. شوفوا هاد الرنده راه شويه عريضه، عدد ديال الغرز راها اكثر من 20 غرزة، ما عقلتش بالضبط شحال. وهاد الموديل ديال راند الحصيرة هو اللي دارج دابا على الموضة، اغلبية الناس ولاو تيطلبو هاد الموديل. داكشي علاش خدمتو، يا اما تيدار سامبل لون في اللون، يا اما تيدار لون ولون مغاير. لون التوب فيه كيكون في لون، واللون ديال الخدمه تيكون بالديغرادي ديالو. وتنقدروا نطرزو عليها، نزوقوها بطرز رباطي او طرز تونسي، او تيكون فوق من هاد التنبات. وكاين اللي كيفضل انه يدير الجناب ديالها تكون هي خدمه سامبل، ويكون الجناب ديالها بالطرز بالكاترفيل. كاين حتى اللي كيبغي دوك الجناب ديال دوك الدقات اللي كيكونوا في التوب تيخدم فوق منهم طراسم بالماكينه، يعني فيها بزاف ديال الموديلات تنخدموهم بهاد الرنده الحصيره. هي رنده سهله بالنسبه للمبتدئات، لان كيمشيو غير ها سامبل وتيرجعوا، ماشي ما فيهاش دوك تقابي والعيون اللي تنطيحو باش نزوقو. هادوك هما اللي تيتلفو الحساب للمبتدئات. هنا غير خص اي وحده مبتدئه تمشي بالحساب وترجع بالحساب، يعني تعرف العدد ديال الغرز اللي تتخدم بيهم باش لا طاحت ليها شي عين تدارك الموقف قبل ما تطلع الخدمه. لان اون فوا تطيحي شي عين، الا كنتي باغا تزوقي الرنده تيبان داك الديفو. ملي كتجي تزوقي كتلقاي العيون ناقصين، يعني ما تيخرجش لك داك الزوق كيف ما نتيا باغاه. كما كتشوفوا كنمشيو بالغرز عاديين، كنرجعو بهم عاديين. بالنسبه للحرير راني باغا نمسح على 3 ديال الشعرات لانه رقيق. هانتوما كتشوفو راه الحرير رقيق، توب الحرير في اللون، في اللون الزرق البلو هو هذا، راه مع الكاميرا ما كيبانش اللون الحقيقي ديال التوب. كنثبتو دائما، حيت دخلت لكم طول في الفيديو ما شرحت لكمش من قبل، كنثبتو التوب على المخدة بدوك لي زيبانغل. تنحتاجو دائما البراد الراندا ومخدة باش كنثبتو عليها التوب، وتنخدمو عادي الغرز العاديين اللي سبق ليا درتهم معكم في القناة. طلعت الخدمة زوينة، سورتو الخدمة بالرقيق، نخدموها بالرقيق كتجي زوينة، متيكونش دوك الدقات ديال التوب. الدقات اللي في الجناب ديال التوب متنهزوش فيهم التوب بزاف، دائما تنأكد كده على هاد المساله دائما، لان الرنده هي دوك الدقات ديال التوب يكونوا مقادين، وفي نفس الوقت ما نهزوش التوب بزاف. ولا فات منا كمبتدئات، فات منكم خدمتو بالزيت والتوب، اولا كانوا عندكم دوك الدقات ديال التوب شويه شي داخل شي خارج، حاولوا ديروا فوق منهم الضريسات او السنينات باش تغطيو داك العيب.
انا تتعجبني الراندا بلا ضرس في الجناب، كتجيني نقية اكثر وكتجيني راقية اكثر. كنفضل الخدمة ديال الحرير الدقيق، رغم ان كاين شي كليانات كيطلبوا لك الخدمة بالغليظ. كنظن راه الخدمة واضحة والصورة نيت واضحة، وراني مقربة بزاف الكاميرا باش الفكرة توصل. غادي نحاول نحسب معاكم العيون باش نعرفوا هاد الرنده على شحال من عين. وحدة، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، صافي 27. دابا كندفنو الخيط في الجناب دائما. الطريقة اللي كنتبع باش كتجينا الخدمة نقية، ما تيكونش لينا داك، والخيط ما تيتسربش لينا. واذا درنا الخيط في الوسط راه كتجي شويه الخدمه معربزه. دابا هانتوما تندير خيط جديد، ندخلو في الابره، ونخدم في البلاصه فين نخرج داك الخيط الاول، وكنبقى نخدم عليه حتى كنوصل للحاشيه ديالو، النهايه ديالو كنقطعو بالمقص باش كتجي الخدمه نقيه، ما كيكونش داك الخيوطه في التحت ديال الخدمه، في الدار ديال الخدمه. هانتوما كيف كتشوف. غادي نعاود دابا نرجع بالسطر كيف ما خدمتو قبيله، نرجع بيه عادي جدا. نخليكم مع نهايه ديال الفيديو حتى الاخر، نفس الطريقة غادي نبداو خدامين بيها. استودعكم الله. ما تنساوش البنات، كنحشم كل مرة نقول لكم ما تنساوش تخليو لايك وتعليق، واللي كيزور القناة لأول مرة يدير اشتراك، وما ينساش يفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد. يلا اخواتي، تهلاو في روسكم. مع السلامة.